بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في شابتر 5 اللي هو الكومبايند فوتينج هنتكلم على الجزء الثالث، وهي خطوات تصميم القاعدة المشتركة، Design of Combined Foundation Steps. أولا عشان تصمم القاعدة لازم يكون عندي شوية معطيات. إيه اللي موجود يبقى عندي معطيات؟ لازم يبقى عندي النت allowable bearing capacity of soil اللي هي الـ Q-net allowable. طيب عندي Q-net allowable، عندي الـ yield stress of steel field، عندي characteristic A compressive strength of the concrete اللي هي الـ FCU، وعندي الـ A كمان الـ plan بتاع الموقع بتاعك. لازم يكون عندي، لو كان مثلا في جار، هنا في جار عندي، الجار دوت عليه حمل هنسميه P external، ده الحمل working مثلا، ده عشان حمل خارجي عند الجار، وده الحمل الداخلي B interior working. وخلي بالك ان لازم عشان نعمل rectangle combined footing لازم يكون الحمل اللي هو ال P internal دوت اكبر من مين؟ من ال B mean external. ولازم يكون مديني طبعا او عارف المسافة ما بين مين؟ الحمل ده والحمل دوت. يعني الخلاصة ان انا عندي جار كده وعندي مثلا عمود هنا وعندي عمود هنا، يديني الدايمنشنز بتاعة العمود ديت هنسميها مثلا ال internal في ال B internal، ومقاس العمود والحمل بتاعه اللي هو مين؟ ال P internal work، وده الخارجي هنسميه ال external وال A ال B external، ومعاه هنا كمان الحمل مين؟ ال P exterior working، والمسافة ما بينهم اللي هي مين؟ S، بالإضافة لل Q net allowable وال F yield وال F CU. وهبتدي أصمم، أطلع بقى مقاسات القاعدة بتاعتي إن كانت LPC أو LRC، ال B بتاعت ال BC أو ال PRC، والحديد زي ما هنشوف في الخطوات اللي جاية. فأول خطوة عندنا نحسب اللودز. عشان نحسب اللودز هنبتدي نجيب عندي ال P الانتيريور وركينج والبي اكستيريور وركينج، دول جيفن خلاص، هاخد دولت اضربهم في 1.5 على الشغل اجيب بيهم الاحمال التيميت. طيب الفكره بتاعت الكومبايند فوتينج ايه؟ ان المفروض ان الحمل المحصله بتاع العمودين لازم تكون في السي جي بتاعت القاعده عشان ما يحصلش اكسنتريستي. فنعمل ايه؟ نجيب فين مكان المحصله. فهنجيب البي مين توتال، البي توتال عباره عن البي اكستيريور زائد البي مين interior work. طيب وبعدين ناخد المومنت مثلا حوالين النقطه بتاعه الاكستيريور ديت، فهتبقى البي توتال مضروبه في اكس عزم المحصله حول نقطه بتساوي عزم القوه كلها حول نفس النقطه، يعني بي انتيريور وركينج في مين؟ في الاس. طبعا ديت تاخد المومنت عندها، يعني دي ايه؟ طارت، ما بقتش شغاله معايا. يبقى انا في الحاله دي اقدر اطلع قيمه مين؟ اكس. طلعت قيمه اكس، لو انا عايز اجيب بقى الاكس بار اللي هي نهايه القاعده، ما هو القاعده انت كده جبت المحصله لحد السي جي، لو عايز تجيبها لحد نهايه القاعده فبتجيب الاكس بار دي بتساوي اكس زائد مين؟ اتش، حيث الاتش ديت لو تلاحظ اللي هي المسافه لحد الجار بتاعك من السي جي بتاع العمود لحد الجار. طبعا لو الجار دوت لازق في العمود مباشره يبقى الاتش دي تعتبر هي نص العمود الايه؟ الخارجي. طيب جبت الايه؟ الاكس بار اللي هي مكان المحصلة لحد حدود الجار، أقول له خلاص يبقى لازم ده يكون في السي جي بتاع القاعدة، يبقى الطول بتاع القاعدة كله ال L بتاع ال R C في الحالة ديت بتساوي 2 في مين؟ في ال X بار عشان تبقى في النص بالظبط. طيب جبنا ال L بتاعة القاعدة كويس جدا. طيب لما أجيب ال L بتاعة ال R C بتاعتي ديت عايز أجيب ال B، خلاص اجيب بقى الاريا، الاريا بتاعت الرينفورس الكونكريت بتساوي البي توتال على كيو نت مين؟ الاول، يبقى اقدر اجيب الاريا، الاريا دي ما هي الا مين؟ البي ار سي كويس زائد مين؟ ها في مين؟ في ال ار سي، يعني الاريا بتساوي ال في بي، وانا عندي ال يبقى اقدر اطلع البي بتاعت الار سي عباره عن الاريا بتاعت الار سي على ال ار سي. طيب عايز اجيب بقى ال بتاعت البي سي، كل اللي هعمله ان انا هجيب ال بي سي وازود هنا السي بي سي اللي احنا او سي تي بي سي اللي احنا كنا قلنا عليها في
الاجزاء السابقه في الايزوليتد فوتنج، وممكن تاخدها هي عباره عن سمك الخرسانه العاديه. وفي الحاله ديت سمك الخرسانه العاديه بنعتبر ان هو ماله اقل من مين؟ من 20 سم، يعني مش داخله معايا في التصميم. طيب اما بالنسبه للبي بتاعت البي سي، لا انا عندي رفرفه من هنا وعندي رفرفه من هنا، فعشان كده قلت البي بتاعت البي سي بيساوي البي ار سي زائد 2 سي تي بي سي، يعني 2 في الايه؟ في ممكن اخده سمك الخرسانه العاديه عادي اللي هي بتبقى مثلا 15 سم. شكرا.